دابا القنطره ديالي باش نمشي الماراثون اللي ان شاء الله نخدم في البيت كنت ان شاء الله يعني سباق دولي بمناسبه عيد المسيره الخضراء وعيد الاستقلال الجديد. هذه السنه كان تنظيم متميز، حضور متميز لعداء المغاربه واجانب على راسهم كينيا اثيوبيا. التنظيم كان مستوى جيد بالنسبه لعدد المشاركين، الحمد لله تحسن على السنه الفائته. وبالمناسبه كنشكر عامل عمله سيدي قاسم على الدعم الكبير وجميع السلطات المحليه من ساهم من قريب ومن بعيد لهذا التظاهر. شكرا. محمد السياسي وبالنسبه للسيدات تمكن في مشاركه هذا الاختبار. هذيك عن الثورة الثانية كانت من أقل حتى الثورة يعني من المدينة وكان العثماني من الملك.